لما كان عندنا الملف، إذا المريض بده يجي عندي لازم أنوت للمريض ولازم أحطه بملف، الملف يروح على الأرشيف. نحن عندنا أرشيف وضعه صعب جدا، كان هناك صعوبة في احتساب الإحصاءات وأعداد التقارير الخاصة بأعداد المرضى ونسبة إشغال الأسرة ومعدل إقامة المريض داخل المستشفى، وهناك ضياع كبير للملفات في داخل الأرشيف وإزدواجيتها وصعوبة التعامل الكادر الطبي مع هذه الملفات بضياع معلومات. جاء هذا المشروع ضمن رؤية وزارة الصحة وبالتعاون مع اليو اس ايد وبالحاجة الماسة لإصلاح القطاع الصحي في فلسطين. نظام حوسبة المعلومات الصحية احنا بدأنا بالتطبيق فيها في محافظة نابلس، تحديدا في مستشفى رفيديا وفي المراكز الرعاية الصحية الأولية في محافظة نابلس، وسيتم الانتقال إلى المستشفيات الأخرى مثل الخليل ورام الله وكالكيلي. أهم عناصر القوة التي يوفرها نظام المعلومات الصحي المحوسب هو إنشاء ملف طبي لكل مريض من تاريخ دخوله إلى المستشفى إلى تاريخ مغادرة المستشفى، يتم تخزين كل ما يتعلق بهذا المريض بملف الطبي، وهذا يعني يعطينا إمكانية في المستقبل إلى أن يتم التعامل مع هذا المريض في أي مستشفى بزوره. كل ما يحتاجه المريض أن يتم إدخال رقم هويته، ومن خلال رقم الهوية هذا يستطيع الشخص المختص أو الطبيب أن يطلع على ملف المريض الطبي. أهم ميزات هذا النظام أنه يوفر الخصوصية والسرية للبيانات، خصوصاً أننا نتكلم على بيانات مرضى وهذه البيانات لها قدسية خاصة، لذلك لا يستطيع أي شخص غير مخول الدخول إلى البرنامج إلا بعد المصادقة عليه من قبل النظام. تؤخذ المعلومات مباشرة من وزارة الداخلية لأنه في كونكشن ما بين نظام العيادات الخارجية وطبعاً الصيدلية وقسم الأشعة، بيكون في علاقة مترابطة ومباشرة مع المريض في حين دخوله، بحيث أنه لما بوصل المريض إلى القسم بيكون جاهز من حيث فحوصات ومن حيث أشعة، وهذا بيختصر وقت وجهد. سابق مستشفياتنا وخصوصاً المستشفى زي مستشفى رفيدة بعاني دائماً من أزمة إخوانا. حالياً لا، كل هذه الأمور على كبسة زر تطلع عنده كله على شاشة الكمبيوتر، بإمكان الطبيب يأخذ المعلومة بسرعة هائلة جداً وتكون معلومة دقيقة جداً. كمدير طبي نعم، هي بتعطيني فرصة لمتابعة الأمور وحيثيات الأمور الصغيرة بشكل كثير أدق، بإمكاننا نأخذ إحصائيات هائلة، ممكن نأخذ توزيع المرض على المناطق الجغرافية، والله في منطقة معينة فيها مرض زيادة عن المنطقة الثانية، وهذا بعطينا دعم في سياسة الوزارة الصحية ورسم الخطط مستقبلاً لمواجهة كل هذه الأمور في الأنواع. بوجود المعلومات الدقيقة والكاملة والشاملة نستطيع أن نقدر احتياجاتنا، ونستطيع أيضاً أن نصحح أي خلل يطرأ في خلال تقديم الخدمة الصحية. أصبحنا نحدد بمعرفة المصروف ومعرفة ماذا نحتاج، أيضاً تقصير المدة الزمنية في تقديم الخدمة الصحية. استطعنا أن نحدد الأخطاء الطبية وأن نتجاوز هذه الأخطاء الطبية ونصلحها. استطعنا أن نوجد في هذا النظام حوسبة المعلومات الصحية اللي حكينا الانترناشنال كود ديزيزز، والذي غير موجود أيضا في الدول المتطورة مثل أمريكا. حوسبة المعلومات الصحية عندنا في مستشفى رفيديا فادنا في عدة طرق. أولا على المستوى الطبي فادنا للأطباء بسهولة إجراء بحوث طبية بالنسبة لإلهم مهمة جدا، ساعدنا في وضع السياسات للإدارة، أيضا ساعدنا في تحليل المعلومات إحنا اللي بناخذها، وأيضا نعمل أي انترفينشن بيكون لإلنا، سواء كان مثلا بدنا عدد التمريض أكثر، عدد الأطباء أكثر. نظام تطبيق المعلومات الصحية أصبح يتجاوز السجلات الطبية ويلامس كافة القطاعات النظام الصحي الإداري والمالي. مشروع نظام المعلومات الصحي المحوسب هذا بالتأكيد هو البنية الأساسية في
خلق قاعدة بيانات صحية فلسطينية على مستوى فلسطين من جميع مقدمي الخدمات الصحية. هذا الدعم المالي الكبير تقريباً بنحكي على 7 مليون دولار، بالتأكيد سيمكننا من إنجاز ما نطمح إليه، وهو بالدرجة الأولى تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمريض أينما تواجد. الهدف من تطبيق هذا النظام هو تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، والخدمة التي نطمح لها وهي تقديم الخدمة المثلى حتى تصبح الخدمة المقدمة للمواطن الفلسطيني تليق بالمواطن الفلسطيني.